السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سنقوم بشرح كيفية اختيار صور لشاشة القفل، وذلك لكي تمر بشكل تلقائي. في الأول سنذهب لتحميل صور من اختيارنا. نذهب إلى Xtem، هذا البرنامج فهو موجود مع انفينكس. نذهب الى فون ديكرون او الى وول بيبر هنا، ونختار الصور. مثلا سنذهب الى هذه الصورة، ان اعجبتكم تقومون بتحميل هذه الصورة وتختارون اي صورة تريدون. انا قمت بتحميل عدة صور، مثلا مثل هذه وصور أخرى، صور أخرى. مثلا نقوم بتحميل هذه الصورة الأخرى. تحميل. بعد ذلك نذهب إلى بارامتر أو سيتينج، ثم إلى سيكوريتي أو سيكوريتي بالفرنسية، ثم نذهب إلى فيغوياج إيكرون ماجازين، ثم نذهب إلى فون ديكرون بيرسوناليزي أو وول بيبر بيرسوناليزي. هنا أنا قمت مسبقا بوضع عدة صور. هذا التطبيق يمكن من وضع 9 صور فقط. أنا قمت بوضع 5 من أصل 9. سأقوم بإضافة صور أخرى. أقوم بالضغط على هذه علامات زائد. هنا نختار wallpaper wallpaper، وهنا ستجدون الصور التي قمنا بتحميلها، مثلا هذه الصورة. ونضع اسم، أي اسم لهذه الصورة، مثلا قم بإيميج واحد، أو يمكنكم تسميتها كما تريدون. نضغط على هذه الأيقونة وتجد أن الصورة تمت إضافتها. يمكن إضافة صور أخرى، مثلا نقوم بإضافة هذه الصورة الثانية. نكتب مثلا أي اسم، نكتب مثلا دي. أو يمكنكم كتابة أمثلة أو جملة أو أي شيء. أكتفي بهذا القدر من الصور، ثم أذهب لقفل الشاشة. أقفل الشاشة وسنرى هل تم تغيير هذه الصور. كما تلاحظون فالصورة الآن أصبحت في خلفية القفل كصورة لشاشة القفل. تشاهدون الصورة الثانية مكتوب عليها جيم. بطبيعة الحال ستجدون الصور التي كانت قبل هنا. هذه الصور أنا الذي قمت بإضافتها. بطبيعة الحال هناك الصور التي تأتي مع الهاتف التي تمر أوتوماتيكيا. أرجو أن هذه الحلقة قد نالت إعجابكم وأنكم استفدتم منها. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.